ايه اللي بيحصل في البنوك النهاردة وليه الدولار بينزل وسعره بقى كام دلوقتي؟ مفاجأة في الطريق، تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. بانكير نبض البنوك. من ساعة تعويم الجنيه من حوالي 10 أيام ودولار بينزل من أعلى سعر 50 جنيه لحد بداية التعاملات النهاردة سجل 47 جنيه و 12 قرش، ونزل في ساعتين 15 قرش من 47 جنيه 27 قرش في أول تداولاته النهاردة الاثنين، وبكده الدولار داخل على 46 جنيه ولسه هينزل كمان وكمان. طب ايه سر نزول الدولار في السوق الحر والعرض والطلب، وازاي الاخضر بيفقد عرشه بعد ما بقى 73 جنيه قبل وفاة السوق السوداء؟ السر زي ما قلنا في السياسة النقدية الجديدة، وايه العرض والطلب من غير حماية والبقاء للأقوى. وعلشان نعرف كل قرش بينزله الدولار هو قرش بيزيد في قوة الجنيه والعكس صحيح، الدولار هيفضل ينزل طول ما في تدفقات دولارية، يعني معروض كتير من الدولارات. لو الطلب قل عليه يبقى الدولار هينزل كمان اكتر. والدولار نزل في اول التعاملات النهاردة ومفترض ان هو ينزل بقوة في باقي ساعات التداولات بسبب اللي حصل امبارح والاعلان عن حزمة تمويل ضخمة ب 8 مليار دولار من اوروبا، وكمان فتح باب الاستثمارات الاوروبية على اخره للسوق المصري واعلان شراكة استراتيجية ما بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. وده معناه ان مصر قدامها نقطة تحول اقتصادية كبيرة جدا في الشهور اللي جاية، ومتوقع تحقق انطلاقة كبيرة جدا. مصر بتوفر الدولار من كل حتة دلوقتي علشان تخلص من ذروة الطلب عليه في الاستيراد وتلبية طلبات المستوردين وأصحاب الشركات ولوازم الإنتاج وسداد الديون في 2024، وهي أكتر سنة هنسدد فيها ديون حوالي 42 مليار دولار، وبعدها الموازنة هتفوق وهيحصل وفرة كبيرة جدا في الدولار وسعره هينزل بشكل كبير جدا. مصر كمان بتطور اقتصادها في كل الاتجاهات، دخلت خلاص عصر الاستثمارات العالمية الضخمة والصفقات اللي بتهز العالم، وكل ده بيقول ان السوق المصري بقى سوق عالمي، واي صفقة فيه بيكون ليها تأثير كبير جدا عالميا وبتجذب استثمارات اضافية لان الاستثمار بيجيب بعضه. انا اشرفة اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.